دكتور الشغل ده خلاص زي مرة واحدة اللي هنعمله صح؟ أيوه هو كان محمد يرجع لا يا لابس بالظبط مظبوط كده عالي شويه ماشي اوكي عالي حتى هيوصل ممكن تاني الفيلم مش بتاعنا شيل 45 درجه من الكبرات عشان اقرب الكبرات اللي تحت خلي كل البتاع ما ينفعش يبقى الاكليل خابط الاكليل ورا لازم يبقى الاكليل مفتوح والكاس بعيد عن الكاس الاكليل خابط الاكليل بالشكل ده الاكليل خابط الاكليل ورا كده الاكليل جاب ما بيطلعش السيتنج ما بيطلعش اكليل خابط في اكليل كاس خابط في كاس السيتنج ما بيطلعش ديرو بيمشي ما بيتبطش على السيتنج خالص يعني هنمشي كده الجريتر هيتبط كده خابطين يبقى السيتنج اصلا غلط ولا درجه خالص مفيش حاجه هنا يعني ممكن يدوا خمسه كده عشان جيت يعني عشان يعني انت بذلت مجهود عنيف وجيت النهارده الامتحان انما مفيش حته بتاخد درجات على على اي كلوجن بلوك خبطه في بعض كلوجن بلوك خبطه في بعض كاسكات خبطه في بعض ينفع طيب النهارده ان شاء الله هنعمل سيتنج الانتيريور دي طبعاً بعد الموسم المفروض دكتور احمد كان قال لكم هتشتروا سنان ايه ولا ما قالكوش طيب مطلوب من حضراتكم تشتروا سنان ميكروستون سايز 16 سايز 16 هو احسن حاجه هتشتغل على جميع الاسكريبتورز يعني 18 كبير يعني حد من الطلبه يعني حد من زمايلكم يعني مين الدكتور يعني 18 جيجا تبقى كبيره قوي هتلاقيها ممكن تشتغل عند ناس وناس لا حسب بقى الاكلوجن بلوك معمول بمقاسات مضبوطه ولا لا فانت مثلا ممكن تبص تلاقي 18 مش راكبه هنا تلاقي السنتر اصلا خابط فوق في الاكريل طب فيها شيل 18 يعني بدلها 16 شلته يعني في خلال الاسبوع ده هتلاقوا 16 بتفنى من السوق فيعني بسرعه نجيب حاجتنا عشان تكملوا هات شيتين شيت الامتحان وشيت الشغل اوكي عشان تشيلوا الفلوس اللي معاكم خلاص بعد كده. يعني مش نتمرن عليها نعملها مرة واحدة بس؟ يعني هي تعملها مرة واحدة بس. الفيتنج بقى نعمله مرة وخلاص؟ ليه مرة؟ شيل وقت شيل وقت شيل وقت. بعد تشتري شيك لكل مرة هتشتغل بيها بس كده هيبقى شيلي هتطلعي الوقت وهترجعي تعملي شيل وقت. اجيب واحد ومتين. 16 كرتون انسب انسب سايز بيبقى غالبا زي ما بقول لكم بيشتغل على اغلب الوقت كده. طيب ايه اللي انا محتاجه لما ببدا سيتنج؟ محتاج البوينتر بتاعتي تبقى موجوده، محتاج البن تبقى قافله على التيبل، محتاج شيت السنان معايا ومحتاج جلاس لاب، الجلاس لاب هعمل بيها ايه؟ هطلب بيها الاوكلوزن بلين بتاعي. طيب محتاج نايف وكارفر، نايف فور فينيشنج، الكارفر علشان اسيح الوقت واحط السنان فيه. والنايف عشان افنش، قلت قبلها. طيب هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي بالابر انتيريور والابر انتيريور احنا هنعمل سيتنج كل سنه واحنا بنقولها كل سنه واحنا بنحطها هنقول المفروض تبقى عامله ازاي. فانا عندي انا راسم خط الميد لاين انا ما شفتش خطوط كتير عند الناس اللي عامله ممبر انا المفروض ارسم خط الميد لاين خطين للكناين لاينز عشان ابقى عارف وانا شغال سيتنج بتاعي مقاساتي مظبوطه ولا لا. طيب من عند خط الميد لاين هبدا احط اول سنتر السنترال بتاعي هيبقى ابرايت هيتحط عدل النك بتاعته عدله وعلى طرف الاوكلوزال بلين يعني لازم يبقى لامس الانسايزر ايدج بتاعته لازم تبقى لامسه الاوكلوزال بلين البس بطل هحط الكلام ده على الاوكلوزال بلوك عليكم السلام Thank you.
يبقى الابر انتيرير او الابر سنترال انسايزر هيبقى ابرايت. الميديال هيد بتاعته كده هحط سنتر انسايزر الميديال ايدج بتاعته على الميد لاين ابرايت، الانسايزر ايدج لامس الاوكلوز البلين والنك ابرايت. ليه بنقول كل حته فيه؟ علشان في اثنين هتبقى على الاوكلوز البلين والنك رايحه سلايتلي لست المس، فيبقى احنا عارفين ان الانسايزر ايدج على الاوكلوز البلين، النك ابرايت والانجليشن بتاعه ابرايت، الميديال ايدج بتاعته على الميد لاين. دكتور مش دي السنان اللي بتستخدم في الطعام الحقيقي صح؟ ايه هي دي؟ هبتدي اسيح في الوجه عشان الناس تبقى عارفه ان انا مش بلزق السنان على الوجه من بره، انا بفتح مكان جوه الوجه احط جوه السنان. ابتديت السنتر بالشكل ده، ابتدي اتشك ان انا لامس الاوكلوز بلين بتاعي. طيب لو لقيته بعيد شويه اعمل ايه؟ من عند النك من فوق ابتدي انزله تاني. احط الفايبر وبص لامس الاوكلوز بلين. اه معانا جلاس لاب بتاعته هي الاوكلوز بلين اللي انا برمز عليها، فهو ابرايت على الميد لاين ولامس الاوكلوز بلين. انسايد الايدج لازم يبقى لامس الاوكلوز بلين. وعاد الزقر اللي جوه قد ايه؟ بقى قاعده جوه الوجه، ما بقاش لازم من بره، يبقى بايت جوه الوجه. علشان اظبط الارش كيرف بتاعي كله لازم تبقى السنان بايته جوه الوجه. ودي من الاخطاء الشائعه ان الناس بتروح ايه؟ يا دوبك فاتحه سنه صغيره خالص في الوجه، سايحه حته بس من على الوش كده تروح لازقه السنان من بره. فتبص تلاقي ان عندك كل السنان بقت مفتوحه، ما بقاش فيه اوفر جات واوفر بايت مفتوحه. انما احنا عاملين لوكيشن بلوكس اصلا علشان نظبط الاوفر جات والاوفر بايت. معموله كل ده بمأساة علشان في الاخر لما تحط السنان فوق جوه الوجه وتحط السنان تحت جوه الوجه يبقى عندك فيرتيكال اوفر لاب وهوريزونتال اوفر لاب. تمام؟ طالما حطيت سنترال لازم احط السنترال اللي جنبه عشان اظبط الميد لاين بتاعي على طول. ظبطت التو سنترز بتوعك يبقى ان شاء الله كل الانتيريورز هتتظبط. انتيريورز اتظبطت، كل البوستيريورز هتتظبط. الموضوع كله ايرور من الاول، هتبص تلاقي نفسك عمال تحط اثنين جنب بعض والدنيا مش ظابطه.
هتعمل من هيك يا دكتور راكب الكلوين الليبيا انك راح لسه اللي في الاكل دكتور عبدالي لكن لو واحد بتاعت سنتر؟ لا اللاتر سنترال انسايزر انك بتاعته افرايت هو علم اختراطك مش هيقول حاجة غلط انا اختراطك بس عنده حاجة بيعملها او جمعنا بيها جمعنا موجود النهاردة اكسبشن بس ما تقلقوش والله مش موجود معك موجود السكشن اللي جاي هتلاقيه ان شاء الله انا موجود الكتاب برضه كده والله يا دكتور يا كابتن برضه ما تعدى على حد توعد في المره حضرتك تكمل بس والله يعني حضرتك هم مكتئبين عشان دكتور عاطف مش موجود احنا مكتئبين احنا اوتوماتيك مكتئبين طيب انا كده ظبطت تو سنترال انسايزرز ابص على الاوكلوجن بلين بتاعي الاقي تو انسايزرز انسين نكت ابرايت الميد لاين بتاعي لسه مظبوط زي ما هو يعني ايه مظبوط يعني مش هلاقي سنترال شفت على الميد لاين الاثنين الميديال اسس بتاعتهم على الميد لاين اعرف منين ما انا مكمل خط الميد لاين بتاعي فوق اهو يعني لسه ليه تريسز فطول ما انا باصص شايف نفسي على الميد لاين يبقى انا ماشي مظبوط اللاترال اللاترال هيبقى عامل ازاي؟ ابرايت زيه زي السنترال بالظبط طيب في فرقين اللاترال اصغر من السنترال صح؟ طيب فرق رقم واحد الانسايزر ايدج بتاعته نص ملي فوق الميد لاين نص ملي ملي فوق الميد لاين يعني وذين نص ملي الملي اكسبتد يبقى اللاترال اقصر من السنترال لما بصيت ليه؟ لان الانسايزر ايدج بتاع السنترال الانسايزر على الاكلوز بلين الانسايزر ايدج بتاع اللاترال ماله فوق قد ايه؟ سيرفايكال من نص ملي لملي ادي اول فرق الفرق الثاني النك سلايتلي ديبريس النك سلايتلي ديبريس يعني بعد ما احطه هروح دايس عند النك سنه كبيره الفرق الثالث والاخير النك بتاعتي رايحه سلايتلي ديس يبقى انا عندي ثلاث فروق اول حاجه الانسايزر ايدج بتاعي سيرفايكال عن الميد لاين من نص ملي لملي يعني مش هيبقى لابس الاوكلوز بلين صح؟ الفرق الثاني النك سلايتلي ديبريس الفرق الثالث النك رايحه سلايتلي ديس وعليها هنحط الكناين في ناس بتحط الكناين ابرايت زي السنترال وفي ناس بتحط الكناين النك بتبقى سلايتلي ديستنت شويه which I do prefer يعني انا احب لما احط الكناين اروح بالكناين بالنك بتاعته سلايد ليس بتلاقيه ظبط احسن ولما تيجي تحط البريمولر بيبقى واخده الاسكر مضمون نكمل كل ده عشان ايه؟ هو انت عامة لما بتسخن الكربون الماس ده كويس شغلك بيبقى مريح انت بتبقى شغال وانت مستريح غير لما تقعد كل شويه تك 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 بتعطل كتير في النص انا ما بحبش اقف في النص كتير انا بسخن مره واحده بس انا بفتح في الواكس على قد اللي انا محتاجه يعني لو انا عايز سلايتلي ديستلي هروح رايح بالكارتر بتاعتي شايل حته ديستل بحيث ان انا يبقى الاورينتيشن بتاعي وانا بحط السنه مظبوط احط السنه مره واحده ظبطت الانكلينيشن بتاعها حبيت اعمل اي حاجه ثانيه انا بحب اشتغل بهذا الاختراع اللي في ظهر الكارتر بجيب ببقى عامل زي المعلقه بجيب بيه السنه يمين وشمال زي ما انا عايز طيب بصوا كده قبل ما احطه على الاوكلوزر بلين السايزر ايدج مش هيبقى لامس لما نحطه
النك هتلاقيها رايحه سلايتلي ديستر هتلاقيها سلايتلي بريس. حط يا معلم على الكوزر تاني عشان تتشك. اخباره ايه لامس يا باشا؟ لسه هيجيلك يلا. طيب النك رايحه سلايتلي ديستر وسلايتلي بريس تمام. بص يا باشا تو سنتر الزمتين اللاترال مش لامس ورايح النك سلايتلي ديستر وسلايتلي ديبريس يا باشا حبيبي هلف عليكم كلكم. حد مش شايف كويس نقطه مني ورين نقطه مني مني الكناين. الكناين انا ما عنديش السايز الادج انا عندي ايه؟ كاستب. الكاستب بتاعتي على الاوكلوز بلين زيها زي السنترال وزيها زي اللاترال ان النك رايحه سلايتلي ديستري. يبقى عندي حته من الكناين زي السنترال وحته زي اللاترال. حته زي السنترال الكاستب على السايز الادج على الاوكلوز بلين. حته زي اللاترال النك رايحه سلايتلي ديستري. طب ينفع اقول النك بتاعت الكناين سلايتلي ديبريس؟ لا. ليه؟ لانها اصلا كبيره. هي بروميننت. حد يقول لي انكم معاكم غاز او توش. شكرا. انت شايف دلوقتي؟ البيتي بلطو. البيتي بلطو خش. محمود. دي مشكلتها هي دي اول سيكشن تحضروا معاكم؟ ايوه يا معلم. خلاص يا جماعه بتفاوضوا هي معاكم ولا مش معاكم بعد السيكشن؟ كده انا حطيت الكناين ولما اجي ابص الاقي ان هو والسنتر لامسين الاوكلوزن بلين النك بتاعته رايحه سلايتلي ديس والكاست تبع الاوكلوزن بلين النك رايحه سلايتلي ديس. بعد ما نخلص هنرسم الرسمه على الكشكول او على البورد لو في ماركر علشان كله يبقى شايف ان انت رايح وقال لي ان الانجليزي بتاعه مظبوط لما يكون بيشتغل.
دكتور المفروض الطبيعي السيتنج ده القاعده دي انك رايح حطيت وكسرت ماله على مثل ما هو دكتور السيتنج ده المفروض ياخد وقت قد ايه؟ عندك ساعه ونص عبر اللور بعد من اثنين؟ طيب اشتغل الناحية الثانية احط اللاترال والكمان على طول وكده هوريهم لكم على بعض. طيب قبل ما اشتغل الناحية الثانية عايزين يقول حاجة مهمة. وانت ان انا حطيت الكناين مطلوب مني علشان اصحح لنفسي في الامتحان واعرف انا شغال مظبوط ولا لا ان انا من ديستال الكناين بتاعي لو رسمت خط على الاوكلوجن بلوك اوصل للديستال بتاع الكناين الناحية الثانية. اذروايز حضرتك هتلاقي كل الاوبريشن بلوك بتاعك لفت كده. ممكن تديني فرصه اشرح؟ ما كده لو ما فهمتش مني يا عم وقفني وهشرح لك 100 مره. اديني فرصه اظبط كلامي. انا حطيت لحد الكناين في ناحيه واحده. حطيت سنترال ورحت ظابط الميد لاين بالسنترال الثاني على طول صح؟ قفلت الميد لاين بتاعي عشان اتاكد ان انا شغلي هيبقى مظبوط. حطيت لاترال كناين في ناحيه وبعدين من ديستال الكناين اوتوماتيكلي رحت ساحب خط على الاوكلوجن بلوك بتاعي الناحيه الثانيه. المفروض ان انا عند الخط هنا يقفل الديستال بتاع الكناين الثاني. اوكي؟ اذروايز حضرتك شغلك لافت. هتيجي تبص كده هتلاقي ان الشغل مش مظبوط. فانا بحط الخط ده ريفرنس ليه. يبقى انا عندي ثلاثه ريفرنسز. ميد لاين ظبطت عليه، كناين لاين حوصل عنده، ورسمت من ديستال الكناين خط من جوه عشان ابص عليه واقيم شغلي. اوكي؟ هو حضرتك عملت كناين لاين ده فين؟ اهو يا معلم قبل ما اعمل ماونتن لاين. خلصت اوكلوجن بلوكس قفلت وقفلت ورحت حاطط ميد لاين كناين لاين. شكرا. ده لازم نعمله. ما عملتهمش في الماونتن؟ لا عملتوهم؟ فتحتوا بي شيب نوتشز في الكفتات وكل حاجه صح؟ طيب التنان مش مرصوصه جنب بعض، التنان بتلف. علشان الناس لما تيجي تحط التنان جنب بعض هتبص في الاخر تلاقي انك كانك البق ده مرصوص التنان جنب بعض كده شكلها وحش قوي. احنا بناخد الارش كيرف بتاع الاوكلوجن بلاك. تضغط على الناحيه. لا المقصود انك تبقى بتلف ايدك مع الاوكلوجن بلوك مش انك تروح حاطط السنه في الوقت كده عادي. لا انت بتاخد الكيرف يعني الاوكلوجن بلوك لافف هتلف معاه. كان بيتكلم على السنان ال18 ال18 بقى يا باشا تيجي تعمل اللي احنا بنعمله ده تلاقي السنه كانها لابسه جاكيت ضيق كده مش عارف تلفها في مكانها مش عارف تحطها لانها بمنتهى البساطه كبيره جدا على الاوكلوجن بلوكس. فهي ال16 مينلي على اغلب شغلكم هتلاقيها ماشيه كويس. في الامتحان ولا دلوقتي؟ عموما اشتغل الجنبين عشان تتمرن وانت بتتمرن.
في الامتحان هتعمل 6 انتيريور وجنبه واحد. في الامتحان هتعمله 6 انتيريور وجنبه واحد. كويس انت 6 انتيريور وجنبه واحد بوستيريور. وجنبه واحد ايه ده؟ طيب انا بصحح بالكناين لاين اللي انا خدته من الدستل للدستل بلس ان انا بحب ابص انا كمحمد ثروت بحب احط صباعي على الاوكلوجن بلوك كده واشوفه واخد الكيرف مظبوط ولا لا. ايه الاكبر؟ عينك لما بتقفل اي حاجه يعني لما تبقى بتبص كده في الهواء عينك مش هتلمح الاخطاء. لما تضيق الفيلد اوف فيجن بتاعك تبقى تبص على حاجه زي بالظبط لما تبص على نقطه بيضاء ورقه سوداء عينك بتشوف مين؟ النقطه البيضاء. فاهم قصدي؟ دي حاجه ليكوا في الشغل. انا لما احط صباعي كده اعرف اشوف لو عندي ديفكت في الكيرف شيب. فايه الاخبار؟ واخد الارش كيرف مظبوط؟ لو بصيت من لسه للكناين لسه للكناين هتلاقيهم على نفس الخط مش هتحس ان هم لابسين. عينك هتدرك الخطا على طول لو انت شايف لو انت حاطط ايدك كده وبتبص والكناينز مش على نفس الخط. فلما ابص كده اعرف اشوف ان انا ديستال الكناين بتاعي ماشي مع ديستال الكناين بتاعي الناحيه الثانيه. يبقى انا ناقص لي تشيك ايه؟ اوكلوزر بلين وتشوفوه معايا بالشكل ده. يبقى مين اللي لامس؟ انسايد الادج بتاع السنتر الانسايد كات بتاع الكناين. سنتر الانسايد افرايت lateral incisor neck slightly distant slightly depressed اعلى من الاكلوزر بلين بنص ملي لملي الكناين النك بتاعته slightly distant وهي already prominent فعمري ما هعرف ادخلها جوه عمري ما هعرف ادبرسها يعني. شايف كويس؟ خلصت setting upper anterior قبل ما احط اللور anterior لازم ابقى شايل كل الاكسس واكس في الارض. ليه؟ عشان انا مش شايل اكسس واكس مش هعرف اظبط مش هعرف اظبط الفيرتيكال والهوريزونتال اوفرلاب. نعم؟ لا يا معلم ده انت شغلك بيقفل يعني انت على ما تخلص سيتنج انت مخلص كل حاجه انكلودنج الاكسس واكس هيبقى باقي لك بس الفينشنج والواكسنج اب كده بس تدي شكل حلو للاوكلوجن بلوكس. انما انت بتخلص شغل مخلص كل حاجه. في حاجات لو ما عملتهاش الشغل يبوظ زي اللي احنا بنعمله دلوقتي ده. يعني هتشتغل وتسيب الاكسس واكس اللي جوه ده انا هشيل لحد ما اوصل للسلام. بثبت سنان وبقفل الجاف عشان الشكل يبقى كويس.
بعد ما تخلص الدكتور مش ممكن تاخد سلايد واكس كده تحطها من فوق وتسيح. انا عملت كده بس عشان انا معيش واكس عشان مش عايز اقوم حد تاني. قول يا باشا ممكن حد تعمل كده ال الطعم كله يرفع قوي اصلا؟ يعني ايه يرفع؟ ايوه انا شغال الويت بتاعي قل قوي فنام فوق اصلا. بتاعت الواكس؟ اه ما خلاص ما هي خدت مكانها اخدت حيزها يعني من الواكس مش محتاجه اكتر مني. فين المشكلة؟ انا مش عارف اللي هو بالتالي لا ما احنا مثبتين السنان سنة سنة فانت مش هتشيل لحد ما تلاقي السنان بتقع هي اوريدي واخدة مكانها في الوقت. يبقى انا بعد ما خلصت انا شلت لحد ما وصلت للسنان لحد ما النايف خبطت في السنان ما يبقاش عندي اي اكسس واكس من جوه عشان اعرف اضبط الفيرتيكال والهوريزونتال اوفرلاب. اوكي لازم اشيل كده من جوه وما ينفعش اشيل بعد ما اخلص اللور تمام. النقطه دي مهمه وده غلط كده وبنلاقي ناس في الامتحان سايبه كل الاكسسوارات زي ما هو في الكوستيريور والانتيريور. شرعا لا يجوز لازم تشيل عشان تعرف تظبط الهوريزونتال والفيرتيكال اوفرلاب بتاعك. طالما الوقت لسه طري هنا مش هفنشه دلوقتي هجيبه. حاجة تانية بتشيك شغلي بيها غير ان انا افضل طول الوقت شغال على جلاس لاب لانه هتلاقوا بعض الناس او هتلاقوا زمايلكم بتقول ايه الدكتور كان شغال على الارتكيليتور ما بيشيلش الاوكلوجن بلوك which is احسن ان انا افضل بشتغل سنة بسنة بس هتلاقيه انترن هيعمل ايه هيروح رافع السنة عشان يعرف يحط السنة. ما انا احط السنة كده ازاي مش هعرف فبيروح رافعين السنة. طب انا ما بحبش ارفع السنة فباخد الاوكلوجن بلوك في ايدي واتشيك الجلاس لاب وكل سنة بالذات وانتوا لسه بتبتدوا جديد كل سنه بحطها برجع للارتكيليتور واتشيك. فانا دلوقتي بعد ما خلصت هحط كل الاوكلوجن بلوك بتاعي على الارتكيليتور واتشيك. اتشيك ايه بقى؟ اتشيك ان الانسايزر بين لسه قافل على التيبل. اتشيك ان البوينتر بتاعي مشاور على مين؟ على الميد لاين. وانا بتشيك انا ما بدوش عشان الارتكيليتور لو لسه عندك الاوكلوجن بلوك طاري هيفعصوا لك يا باشا. هنبص للشكل ده البين هيقفل على التيبل البوينتر مشاور على الميد لاين. شكرا انا شغلي مظبوط. لازم طول الوقت البين يفضل لامس التيبل والبوينتر مشاور على الميد لاين اذروايز حضرتك بقى عندك غلطات في الشغل. طيب انا خلصت الابر هنبتدي نشتغل اللور. اللور ابسط واسهل بكتير من الابر. الابر بيحتاج انجيليشنز وتعمل مش عارف ايه وسلايد ديستل وتعمل فريز الكلام ده كله مش في اللور. في اللور هنقول حاجتين. رقم واحد السنان كلها على الاوكلوزال بليت يبقى كل السنان لمسه الاوكلوزال بليت. رقم اثنين بالرفع ساكت جنب بعض لا في حاجه ديفريز ولا في حاجه لفه ولا في حاجه مش عارف. كل السنان هتاخد بس الارش كيرف بتاعها مظبوط انما بنرد عتاجي جنب بعض. لو فضلت فاكر الكلمه دي هتفضل بتعمل سيتنج لور انتيرير مظبوط. هنشتغل بنفس التكنيك احط سنتر اللي اروح حاطط سنتر اللي جنبه عشان اظبط ميد لاين. طبعا المكان اللي انا بفتحه بالظبط بالسنتر الانسايزر او بفتحه لللور بيس اصغر بكتير من مفتاحه للاب سي. لو لقينا ان السنان اعلى من الاوكلوز البلين باثرها من عند النك بتاعتها من تحت. بس انا مش هعمل كده غير لما اشوف الفيرتيكال والهوريزونتال اوفرلاب بتوعي اخبارهم ايه. Thank you.
احنا ما عندناش سنان صح؟ انا فكيت بقى من على الارتكيليتور بتاع الامتحان. فكيت بقى يعني مش هقعد لحد دلوقتي. انا حاولت اوصل لك بس انا اتاكد وما لقيتش نتورك. الميد لاين بتاعي فوق على الميد لاين تحت علشان كل اللي بعد كده يبقى مظبوط. نعم السكشن ده الرجاله بترغي فيه اكتر من البنات. ودي ظاهره غريبه. لا لا دي مش حاجه حلوه خالص يا راجل. طرحنا العاطف بيوافق على حاجه زي كده. انا طرحت السكشن ده اكثر من طرحت ودنا. طرحنا؟ لا مش دكتور احمد، دكتور احمد. دكتور ازاي هتطردك؟ انا يديك لوتي هتطردك. اكثر من كده انما طرحنا العاطف طيب بيسيب الجزء اكثر من كده هسجل ماده ثانيه. يا معلم انا لسه ما وريتش حد. طب انت ليه مش شايف الانسايز الادج بتاع اللور سنتر؟ مخبي تحت الابر سنتر. ايه الحلاوه دي؟ يا دكتور عندي 2 مللي هوريزونتال اوفر جيت وعندي 2 مللي فيرتيكال اوفر بايت. طالما الميد لاين ظبط كل اللي بعد كده ان شاء الله ظبط. ظبطت الميد لاين كله ان شاء الله. مش الاوفر انا بحب لما اجي احط السنه برضو دي حاجات تيبس اند تريكس كده للشغل. لما باجي احط السنه انا ما بحبش احط السنه في وقت كتير يعني احب ابقى فاتح لها مكانها كامل علشان ما تقعدش السنه تلف في ايدي. افتح لها مكانها ولو واسع شويه ابقى زود واسع. اسهل ما تبقى السنه داخله في وقت فيه ريزيستنس
فتضطر تقعد تلفها بيدك وتسيح من حواليك. قلت يعني عساكر يا باشا جنب بعض. هيلف منين؟ ياخد الارش كيرف من عند الكناين. يبقى لسه الكناين هو اللي هياخد الارش كيرف تشيب. ليه؟ لان الكناين تيب بتاعتي هتبقى على الانتاجر ايدج زيهم، انما الديستال سلوب بتاع الكناين هيبقى ماشي مع السنترال بوستي بتاع السنان البوستيري. انتوا دي دلوقتي اكتر. بتاكد ان انا عندي الريسك والهوريزونتال اوفرلاب بتوعي موجودين ومظبوطين كده. انا خلصت جنب. امسك الارتكليتر في ايدك وكل واحد ما يصعدش فيه، يبص بس. يبص على ايه؟ على سيتنج الابر تيث، يبص على اللور انتيرير. انا خدت الارش كيرفتشر من عند الكناين والاوفر جيت والاوفر بايت بتاعتي مظبوطه من غير ما نقعد ندوس على الارتكليتر. اللفه سريعه عشان لسه فاضل لي جنتين. هو اقول لك هات اكمل اخر سنتين ويلف عليك وهو خلاص. تمام. بص ساعة ونص اقسم 6 2 اكبر اقسم 12 سنه على ساعه. شوف هيطلع لك انت المفروض تحط سنه قد ايه، هتلاقي نفسك بتحطها في وقت اقل من كده لما تشتغل. لما تشتغل عشان برضه نبقى ايه؟ انا عملت 12 سنه على الساعه يعني سنه 5 دقائق؟ هتحطها في 5 دقائق؟ لا صح؟ كنت بتحطها في اقل. سايب لك نص ساعه. اه حاجة مش حاسب بال انا سايب لك نص ساعه فينشنج. في احلى من كده اهو. هتيجي بيه يعني معمول. انتوا المفروض او انا كنت عامل كده في السكشن بتاعتي، انتوا عاملين بير اوف اوكلوجن بلوكس، اثنين عملت بيهم ماونتنج واثنين هتخشوا بيهم الامتحان علشان ما نقعدش نفكر ساعه الامتحان ونتزنق في الوقت. ايه ده انا ما عملتش، ايه ده انا مش عارف ايه اصلح ولا اعمل جديد. انا قلت لهم خلصوا بير اوف اوكلوجن بلوكس، اثنين هنماونت بيهم واثنين هنظبطهم على الارتكيليتور بعد الماونتنج ونشيلهم في جيبنا. اخلص اجي ساعه الامتحان اطلع الجداد احطهم واروح امتحن تاني يوم، ما اقعدش اعمل ساعه الامتحان اوكلوجن بلوكس. ده رايي. فيمكن عشان يعني يمكن ربنا قدر اني قلت لكم النهارده اقول لكم هذه الفكره لو ما كانش دكتور احمد قالها لكم يعني. نعم يا فندم. عشان انا هتعلم في الامتحان. هتلاقوا ان الانسايزر ايدج بتاع اللور لاترال اعلى سنه من السنترال. ده مش عشان انا معليه عليه، هو اعلى. يعني لو بصيتوا في بقكم في المرايه كده في ناس هتلاقي عندها اللور لاترال الانسايزر ايدج بتاعها اعلى سنه. اتاكد طول الوقت ان انا ما عنديش اكسس واكس بيخش جوه الاوكلوجن بلوكس عشان ما يمنعش السيتنج بتاعه. هو الفكره
في الديمو مش انك بس تبقى شايف يعني بالظبط اللي انا بعمله في لحظتها، انت بتبقى شايف انا بشتغل ازاي، بتبقى سامع ايه اللي انا بقوله، لان هو ده اللي انت هتشتغل بيه. فكل الرغي اللي في النص ده انت ما بتسمعنيش وانا بسقط حاجات. بص بص حاجه ممكن ما تعرفناش، بس احنا الفيكشن ده يعني رقم 2 ارجع على طول في الرجل يعني. بص حاجه الحاجه بتتقال مره واحده هنا، ثاني مره على طول، ومش حاجه مش هتديها ثاني. خد عني خلاص بقى، احنا هننخي على الصبح بقى. خد عني حواليك عندنا الصبح يا بابا. طيب مهم جدا بالنسبه لي لما تيجوا تبصوا دلوقتي انكم ما تلاقوش فراغات ما بين الابر واللور، بمعنى ان الاوفر جيت والاوفر بايت هيخلوا طول الوقت السنان اللي فوق قافله على السنان اللي تحت، مظبوط؟ طيب لما اجي في السيتنج في الامتحان وابص على الارتكليتر بتاعها كده والاقي ان السنان الابر في حته والسنان اللور في حته، لا في فيرتيكال اوفرلاب ولا في هوريزونتال اوفرلاب، بس بيخرج من الامتحان بيحلف 100 يمين، انا عامل سيتنج حلو جدا، انا ما اخدش قوي، انا ما اتضربش على وشي، ما اخدش 16 من 30. بص هتلاقي عندك ديفكت كتير قوي، انت لاصق كل سنه حلوه لوحدها. بص ان جنرال على السنان كلها اوفر جيت اوفر بايت انكلاينيشن للسنان، الانسايز الادج بتاعك مظبوط على الكلوزر بلين ولا لا، بص على البوستيريور مع خط البوستيريور، ما انت كل ما هتزود في الشغل شويه كل ما هتزيد الحاجات اللي بتحاسب عليها، فهتبص تلاقي نفسك عمال تطير هنا درجه هنا درجه هنا درجه هنا درجه، طيرت منك 10 درجات. فعشان كده مهم جدا ان كل اللي احنا عمالين نقوله من اول ما بدانا سيتنج ده يبقى عينينا عليه واحنا بنقفل شغلنا. بصيت لقيت ان انا عندي اوفر جيت واوفر بايت مظبوطين، الميد لاين بتاعي مظبوط، الكناين لاينز بتاعتي مظبوطه، الميديال سلوب بتاع الابر كناين ماشي مع الديستال سلوب بتاع اللور كناين، خلصت سيتنج. اه شيل لي الاكسس واكس حواليها لك حاجه، او لما تمسك الاوتوكريتر في ايدك قول لي وانا اقول لك. يعني مين اللي هيعلمكم في انا؟ يا حبيبي ما بصححش، مش انا اللي بصحح، بيصحح حد من الاساتذه، دكتور عزه، دكتور اشرف، دكتوره نوره. حاجه مهمه مش انتوا يمكن ما تشوفونيش تاني. ليه؟ عشان دكتور احمد عاطف موجود يعني. انت فارق اعرف يا حاجه. لا الفكره بس ان احنا من اول دلوقتي الحوادث هتزيد. اوكي؟ شمع ونار و سنان وفي حوادث هتزيد كتير. يا ريت يا ريت الشغل بدون مؤثرات صوتيه. يعني اللي يتلسع يتلسع فيه صم. ما بنسمعش اي صوت كده. كلامنا ما سكشن الرجاله بالذات كمان مفيش بقى. كلام غريب. تتلسع يتعيط. دموعك تنزل في صم. يعني هتخشوا اللي هيجي فيكم يحضر السكشن معايا او حاجه ان شاء الله هتخش السكشن، يمكن الترم ده كمان انا بدي سكشنين رجاله عبد الرحمن واحمدات، فهتخش السكشن يا معلم هتلاقي واحد بيتصفى في اخر سكشن وما بيكلمش وقاعد بيتحرق وساكت، والله ما بهزر، هتلاقيه قاعد ورا خارج النار ماسكه الحيطه وهو بيتحرق، والواد يا عيني حكومه درجه ثالثه جلده بيقع وساكت ما بيتكلمش، والعلب بتطفيه برده الموضوع هادي، باقي السكشن كله هادي، وراح اثنين ثلاثه يطفوه مثل المراجعين. والكلام ده كان بيحصل من السنه اللي فاتت، يعني العيال حرق وعادي بتلاقيه سكت، هو اخد الانستراكشن لو سمحتوا مش عايزين مؤثرات صوتيه سكشن وسكشن رجاله كمان، فالموضوع بيبقى على كرامته يعني. ما بيتكلمش، بيتحرق ايده بتقع ما بيتكلمش. الترم اللي فات برضه في واد يا عيني في الفرشل ولع برضه واحنا قاعدين في الامتحان. عادي هو طف شعره وهو ساكت، هو عمل كده بس لقينا حاجه بتطلع دخان في السكشن. في ايه يا ابني مالك؟ لا حاجه يا دكتور بس شعري صفر بس، والواد يعني شعره بقى تلم، بقى فيه تلمه كده، وكان لسه غالبا جاي من عند الحلاق، فالواد يا عيني كان مقهور على اللي دفعه عند الحلاق. هو حاليا يعني دلوقتي كمان الحلاقين في مصر بقت حاجه جولد، يعني الواحد بقى يعدي جنب الحلاق يحس ان هو قرب يجيب العريس من عند الكوافير بعد كده. الناس بقت بتحلق ب 1000 جنيه وب 2000 جنيه في محل. اه لا ما لا في محل جديد لسه فاتح بقاله فتره كده اسمه باربر شوب لو محمد اندرامي ده، فانا الصراحه كنت بشوف اعلانات، عديت بقى قدام المحل الاسبوع اللي فات، مش انا مش عارف اللي جوه دول مين، يعني انا حاسس ان انا اللي غريب مش هم اللي غلطوا. الله يمسيك بالخير يا عم ايمن والله.
ده اللي انت بتحكي هم 25 جنيه ما بينزلوش بقى ايه ده انا كنت قد كده ب 3 جنيه دلوقتي يعني ها عشان التعويض بقى 25 ومفيش جنيه زياده ايه انت بتحلق بكام 15 تعالي ده ما يقدرش ما يقدرش يا اخويا نقفل المحل طيب علشان زميلكم كان بيسال ايه الفيرتيكال والهوريزونتال اوفرلاب لو دي السنان الابر عندي ودي السنان اللور انا عندي السنان عامله كده مش كده ومش كده السنان عامله كده دي هوريزونتال اوفرلاب اللي هي اسمها اوفرجيت اتنين مني دي فيرتيكال اوفرلاب اللي هي اوفر بايت 2 مللي برضه يبقى انا مغطي 2 مللي فيرتيكال و2 مللي هوريزونتال بصيت على كل الحاجات اللي قلت عليها لا لازم مفيش واحد فتح الارتكيتور لحد دلوقتي انا شفته عملت حد فتح الارتكيتور كده وبص هو لسه الكناين ماشي مع لسه الكناين شفته من بره والله حتى مش خبي بتاع فين تخبي يعني خلاص خالد يعني بتاعه هنا عشان ايه البوش هذه الجماعة بيقول لك الدكتور هو اللي يجيب البوش الارتكيليتر وصل فين؟ محدش يفعط في الارتكيليتر ها؟ خلاص بعد ما نعمل واحد تاني. لا يا معلم ما ده لسه هنشتغل عليه بوستيريور. طيب ادي ادي الميد لاين بتاعي. لو رسمت الكوادرنت بتاعتي بالشكل ده السنترال بتاعي هيبقى الخطين اللي فوق دول ريزامبلنج النك اوكي وراسمهم علشان تبقوا فاهمين النك رايحه فين السنترال بتاعي ابرايت النك ابرايت الانسايزر ايدج على الميد على الاوكلوزر بلين اللاترال نص ملي الملي سيرفايكال تو ذا اوكلوزر بلين النك رايحه ديستال اند سلايتلي ديبريس الكناين الكاسب تيب بتاعته على الاوكلوزر بلين النك رايحه سلايتلي ديستال اللور بنرص عتاكر الديستال سلوب بتاع اللور كناين ماشي مع الميزيال سلوب بتاع الابر كانال التبس دي والكلام اللي انا بقوله ده هتلاقوه في الكتاب نظري وهتقعد تقراه انا مش فاهم حاجه هو راجل بس هو اللي انا قلته دلوقتي كله علشان لما ترجع تفتح الكتاب وتبص كل اللي انت بتقراه ده انت سامعه دلوقتي فلما تفتح الكتاب وتقرا الكلام ده محدش هيسالك فيه في النظري بس ده مهم وانت شغال كل سنه بتعمل لها سيتنج فالكلام اللي انا بقوله ده فعلا مهم لان يعني هو ده اللي بيتصحح على اساسه
طبعا مش هقولك ان كل حد بيصحح هيبص على سنة سنة انت عاملها، انما ان جنرال الحاجات اللي احنا قلنا بيتبص عليها هي دي فعلا اللي بتبص عليها. يعني اول حاجة بنمسكها نعملها نروح قلبين الارتجريتور كده، نكمل انكمل، نكمل لا ما نكملش، حط الارتجريتور وروح على اللي بعد. اكريل خابط في اكريل، كاس خابط في كاس، خمسة من 30 وباي باي. خمسة من 30 ده اكرامية، قطر عيني عين شمس، اكريل خابط في اكريل، وقت خابط اكريل خابط في اكريل، كاس خابط في كاس، الزيرو بيتحط في دايرة ويمشي. اوكي، فهو هنا الخمسة دي عشان اللي بيصحح بيبقى غالبا طيب، يعني انا هو جه الامتحان يعني. ماشي، ما يعني ما في غلطات فيتن، يعني انت لا في غلطات فيتن، يعني انت عمرك ما هتعمل غلطه فيتن في اوكلوجن بلوك، هتعمله رفيع شويه، هتعمله تخين شويه، هتساب مسافه مش مظبوطه، اثر منك شويه، انما ستيل انت كله جوه فجر واحده صح؟ ما عملتش الابر لور واللور ابر، انما وبرده دي غلطه مش فيتن، لانك في الاخر هتلاقي نفسك زايد هنا 2 3 مللي، اقل هنا 2 3 مللي، انما في ده الغلطه في فوق. فنركز على الله، انا الكلام اللي بقوله بجد مهم. كاس خبط في كاس او اكيد خبط في اكيد، ده دلوقتي وبعدين، يعني ان شاء الله لما تيجي تخش العياده وتعمل جوري ليشن لعيان، الجوري ليشن ريكورد اللي انت بتاخده لو خدته مسكته وحطيته على الكاسات طلع الاكيد خبط في الاكريل، الوقت خبط في الوقت، الكاس خبط في الكاس، يبقى جوري ليشن اللي انت واخدها اصلا غلط. اوكي، فده مش على ده مش على الارتكريشن بس، ده كلينيكال كمان مكمل، في خبط في اكريل، كاس خبط في كاس، يبقى جوري ليشن اصلا مش مظبوطه. اوكي، لانها هتمنع رصه السنان السليمه، مش هتعرف ترص السنان صح. في حد عنده اي اسئله في اللي احنا شرحناه؟ اعتقد احنا خلصنا في وقت قيادي يعني. الورقه دي حاضر حاضر. انا عايز حاجتين قبل ما تمشوا النهارده، الاربع كله يكتب الاتندنس بتاعه، حضراتكم هتكتبوا في ظهر الورقه. وممكن اخد بس ورقه ثانيه. انت مين؟ انت ما قلتش ليه؟ ايه؟ عايز اكتب الاتندنس. انت يا راجل؟ لو انت هتكتبيه ورا مش عشان انت يا راجل، انت هتكتبيه ورا عشان انت جبت اكتر. ايوه فهمت. لو هو تخين، يعني لو الاكريل اصلا معمول تخين، فبيسال سؤال مهم، بيسال سؤال مهم، اكريل خابط في اكريل الشغل غلط صح؟ طب لو انا عامل اصلا الاوكلوجن بلوك بتاعي تخين، يعني الاكريل الدنشر بيز بتاعي تخين فخبط عشان تخين مش عشان غلط، ينفع اشيل بالهاند بيس شويه؟ اه اوكي، ودي حاجه غريبه كويس ان انت سالت، يعني كويس ان في ناس مركزه وبتفكر. ماشي، ممكن يكون الدنشر بيت تخين شويه. هو الدنشر بيت تخين، هو قصده ضبط عارف كل حاجه. حسيت. هاخد الاثنين. ماشي مع شغله جميل ما شاء الله. اه والله الراجل عايش شغله ايه؟ ناعم. ما بحبش ما بحبش المكان. بطلع شويه برضه. شوري خلص لهم شيء مش عارف بقعدش في البلد انا استغل دكتور ما بطلعش مصلحه بقى.
هو انت سكشن دي اه اكتب العام مش انت تسجل السكشن ده اه اكتب شيل الحته دي من الاكريل شيل من هنا عشان بص ده التخن اللي احنا قاعدين نتكلم عليه هو سؤاله كان مهم بالنسبه لي كده لما كله بيقعد هادي والناس بتسال وتفكر سؤاله هو جاوب وحل المشكله بص انت عندك هنا السكنس عامل ازاي بص هنا السكنس عامل ازاي اما ده اللي خلى يكبط من ورا فهنشيل شويه من هنا هتلاقيه ما بقاش خالص وشغل كويس ومقاساته كويسه شيل بتريت انتي من هنا شويه وهو هنا اصلا مش خالص هتلاقي الدنيا بقت كويسه اشتغل فيه وقت تحفه جميل ما شاء الله يعني ايه اصغر من الاول؟ فانا لما عملت اول مره تنزف على طلع النور حد ما شافش كويس خلي بالك من حاجه مهمه جدا خلي بالك من حاجه مهمه جدا عشان لو حد هيسمع الكلام اللي انا بقوله لو هتعمل بير اوكلوجن بلوكس من دلوقتي علشان الامتحان ميك شور ان حضرتك بتشتغل على نفس الكاستات اللي هتعمل عليها اللي ماونتد على الارتكيليتي بمعنى ان انت لما هتيجي تعمل اوكلوجن بلوكس بره على كاستات ثانيه ممكن يبقى الكاستات ديزاينز مختلفه فميك شور حضرتك ان انت عامل دول ايدنتيكال لدول وشغال بمقاسات مظبوطه علشان لما تيجي تحطهم يقفلوا من اول مره ما قفلوش هنعمل شويه ادجست دكتور ممكن احد ممكن الاكريليك ازاي يعني بيعتبر يعني بربر بالظبط لا مش درجه يعني يعني ممكن نحطهم على كاستات الاول والله يجي قبل الامتحان تروح جربتهم مع الكاستات ولما تيجي تحطهم على كاستات بالشكل ده هتفكيهم ويجيهم بقفتك علشان يقدروا كده بقى ماشيين على بعض ما يحصلش دي كنت ملازقه في الارتكريتور وجبت يتحطوا زي كده خريطه دي خريطه دي زيها في الارتكريتور حد عنده اسئله تاني؟ حد عنده اي حاجه مش مفهومه؟ شكرا جزيلا اتفضل يا دكتور علي الكوستيريا بتاع اللور شويه سن تحت ليه يا دم تحت هتلاقيه ظبط هو اهم حاجه ما يبقاش لا نازلين كده ولا نازلين كده انا عايزهم تتفرق بين بعض عشان كده انت طول الوقت هتتفرق عشان تعمل له مونتن تروح لتحت ده كله وتحت ده كله تريمر اه تكليع تريمر اللي جاي تحت منه مربوطه تحت طبعا حبيبي غالبا مع بصراجة هو بيصحح بساعده يعني فده في الامتحان بيخليك بصي هو الارتكيليتور بتاعي فين؟ طيب حاجة مهمة يعني دكتور احمد ليه بوليسي مختلفة عني شوية انا بشتغل بطريقة مختلفة خالص يمكن احنا كنا انا وانا وعبد كنا هنشتغل مع بعض من 2011 بس احنا الاثنين حبايب واخوات بس في الشغل كل واحد فينا ليه سكه غلط يعني انا بحب احط رولز وريجليشنز من الاول كل الناس تمشي عليها عشان كله يعدي من بره الثاني يخلص ما بحبش الامتحان الثاني اشتري من بتاعنا ده اشتري جديد كل واحد تاني كل واحد تاني ما بقاش صيني انا ما بحبش ده خالص ده في الامتحان بيخليه بيخيل حواليكي حالا الارتكريتر اللي انا شغال عليه هو مالك زعلان قد ايه؟ حواليكي الارتكريتر ده قصاد الارتكريتر الثاني فهمك الفرق شكل عامل ازاي؟ يمكن لما عينك تشوف الفرق على عربي ان ده يودي في داهيه. سيفن انا بحب ان انا
نعم انا مش فاهم حاجه ايه المفروض يعني لازم اكلم الدكتور بص كده يا فندم ده في فرق التون طب هو فرق التون ده جاي على حساب ايه هتقللي جدا وهتعملي ماونت وهتشتغلي اصغر سنان اللي هي 16 هتبقى كبير عليك وهتضايقك في الشغل يجوز تعرفي تتغلبي على المشكله يجوز دكتور عاطف عنده حل هتبقى بقول لك ما تقوليش تكتب بيا انا واحد انا يعني انا راجل جاي اطرح تكتب مكانه ويمكن ما نتقابلش تاني غير في الامتحانات تلاقيني في مراجعه ولا حاجه تلاقيني على الشكل ده اللي كان مزعجك انما انا بالنسبه لي المنظر ده بيودي في بصي الفرق ده له تمن وللاسف التمن بيبقى في الشغل ده احسن من ده طبعا ده مش واحد انا بقول للناس عندي السكشن ده ما حدش يجي بيه خالص ما بطلعش شغل عادي شرفه بص ثواني فين ورقة الجهاز؟ هنا فين؟ ايوه هنا هو الثلاث بنات اللي انا قلت عليهم ده جابها خدته جابته محمود مصطفى فين؟ دنيا شكري البنت اللي كانت بتقعد نعم كلها موجودة في الشركة كلها كلها انا قلت ان المشروع طريقة مش مشكلة انا بص بص عامل نبي على حساب الشغل انا بقول لك للي دي مصلحة لي انا لا كسبان حاجة ولا مسؤولية اسهم في الشركات اللي انا بقول لك على حاجه علشان الشكل ده فعلا انا شفته بيصفر ناس مش بيصفر ناس بعيد لان هو لما ياخد في العملي 15 من 30 لو شايله نفسك في المادة هتعدي مش شايله نفسك هتقعد انا معرفش انت اخبار جيب لي ايه بتجيبي ايه هذا ولا بتجيبي ايه هذا ولا بتجيبي ايه هذا فالبيهات تنزلك فيها والبيهات تنزلك في كفات انا مش قاضي والله بس انا بحاول اوصل لك الموضوع يعني انا سكن هقول لك على حاجه يا دكتوره احلى بكتير من اللي انت بتعمليه بالله عليك بس كده بني الكات واعملي الفي شيب نصف بالنايف انضف 100 مره بدل بهدلت الجبس اللي انت كل هدومك بقت جبس وكل حياتك بقت جبس يعني بالنايف تك تك خلصت عملت الفي شيب نصف وخلصت يعني هو فوجن بلوك يا فندم انا عارفه يعني الناس اللي انا كلمتها على ارتكيليتورز انا كلمتها يعني بمحبه مش كلمتها فرض الناس اللي مش عايزه تغير ودكتور احمد عاطف متقبل حاجه زي كده انتوا في ان انت تشتغل معاه بالطريقه اللي هو شايفها مناسبه وطالما هو ما قالش لا على حاجه يبقى انتوا شغالين كويس انما مكان على ارتكيليتورز انما ده عندي سكشن انا مش مسؤول على انا بنصحك لله انا ليا اكل في الشركه الايطاليه انا موت مصري موت ايطالي هاكل جبن هاكل كذا تيجي كده على الانستغرام نعم